كافيين معكم محطات عالم الصباح، وهلا بننتقل على ورشه ملح مع الشيف شادي وسلطه الخضار مع الكينوا. احبائي صباح الخير. وصفه صحيه بامتياز، كلنا بنسمع بالحبوب، كلنا بنسمع بالخضار، وعندنا نحن سلطه مشهوره كثير بلبنان فيها اكثر من 12 نوع خضره. شو هي؟ بعتولي على التويتر اوكي هالحزوره الصغيره على اد شادي زيتون. شغله ثانيه رح نحكي عنها، انه نحن عندنا اليوم خضره، الخضره فينا نحط فيها حبوب وناكلها بارده؟ نعم. اي نوع من الحبوب؟ اكيد فينا، من الرز للعدس للبرغل الاسمر، برغل الابيض، للشوفان، كمان هون انا عندي القمح، عندي كمان الفريكي، وعندي كمان الرز الاحمر، كما انه كمان فينا نستعمل الكسكس اللي قدامنا هون، عندنا كمان القشري او الفلاكون تبع الكينوا، وعندنا كمان الكينوا. بدي ضل اعمل وصفات بالكينوا حتى تقتنعوا وتروحوا اوكي تشتروها، حتى تقولوا خلص خلصنا بقى بدنا ندوقها، لانه عن جد شغله كتير 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 طيبه. رح نعمل شغلتين هلا اليوم، واثنين سلطات، واثنين سلطات فيهم انواع من الخضره كتيره، مثل ال اربع نقط الحزوره اليوم، ورح نعمل كمان سلطه مثل ما بتشوفوا او مثل ما بتسمعوا او مثل ما حكينا كذا مره عن الريزو الا جريكا اوكي، او الرز على الطريقه اليونانيه، اللي هو الرز يلي بيكون بارد وبيحطوا بقلبه الجومبون والجبنه والكورنيشون والزيتون، هالقصص كلها بقلبها. رح نعمل شيء بيشبه بس بالخضره بالوان مختلفه اوكي، واكيد رح نكتب الوصفه باخر عالم الصباح اليوم على حوالي الساعه 11:25 دقيقه رح نرجع لعندكم. انا عندي هلا انا طنجرتين، اكيد انا مملحهم عادي، رح اخذ كمية قليلة، أنا حوالي نص كباية من الكينوا أوكي، رح أحطها قدامكم حتى تشوفوا النص كباية قديش بيعملوا كمية. يعني الحقيقة كيلو الكينوا اليوم حقه حوالي 6000 ليرة، بس بيأدينا لكذا مرة، يعني نحن مش ضروري نرجع نشتري كل مرة، يعني نحن نص كباية رح يعملوا لنا أوكي كمية كتير كبيرة. هيدي النص كباية هون، كما أنه رح استعمل الرز البيو أو الرز خلينا نقول الاورجانيك، اللي هو الرز الاحمر، في اكيد رز اسود اورجانيك ورز ابيض، بس هذا لونه احمر، وبترك لنا كمان اللون الاحمر بالاكل، يعني اذا بدنا نعمل تنقول رز مع الخضره بقلب بعضهم بيطلع لون الخضره كمان لون احمر، عنده اللون الحلو، هذا كمان هون نص كوب رح نسلقهم وبننطر، اكيد رح نحرك نحن بننزلهم بهالطريقه، وبننطر شوي صغيره حوالي اكيد هون 10 دقائق وهون 10 دقائق حتى يستووا، بنصفيهم ما بنغسلهم وبنحطهم، انا عندي وعاءين رح نحطهم بقلبهم صينيتين مع نقطه زيت عليهم وبنتركهم يبردوا لوحدهم. بدي اذكركم انه ب 17 الشهر نهار التنين البيوش دو نويل حلقه بامتياز، وب 19 الشهر تذكروا مزبوط ب 19 الشهر عندنا الحبش، وب 24 شهر مع كارلا رح يكون كمان عندنا الحبش الصحي بامتياز. وهلا بنرجع لعند رولا مشان يخبرونا عن بابا نويل. بدنا ننتقل عند الشيف شادي ورشه ملح واخر محطه معنا بعالم الصباح. ثانك يو فؤاد، ثانك يو كمان عايدة، وكمان عنا مين، عنا ريم، وكمان عنا نادو، عنا كتار كمان جاوبونا الجواب الصحيح على الحزورة، وهي الفتوش. 12 نوع خضرة، انت ما فيكي بفوت تدوري على الاكل، ما فيكي بدي اشوف شو عم بصير، لكن 12 نوع خضرة و13 نوع خضرة مشان نعمل فتوش، بس نحن اليوم ما رح نعمل فتوش، رح نسرق من الفتوش بعض انواع الخضرة مثل ما انا عملت هون يا رولا. نعم قربي لعندي شوي بس بليز. بصل، بندوره، فليفله حمراء، خيار، فليفله حمراء وخضراء وصفراء، صح اوكي، ناقصين بقدونس. نعم طلعي كيف شو حلوين، حلو حلوين مورقين بعقده بلديات انا حششهم، قولي حششهم اربع مرات اوكي. عندي من النعناع ليك مورقين بعقده اوكي، نعنعات، وكمان رح ضيف شغله كمان انتم ضيفوها كمان على الفتوش اوكي، هي ورق البيزل الحبق، يمين ليكوا شو حلوين. شو صرنا هلا؟ انتقلنا الى زيت زيتون اللي بنحب كثير نحن، الصوص الحامض وزيت الزيتون. هلا في عالم بيحبوا دبس الرمان بالفتوش كمان طيب على راسي وعيني، ما هيك؟ صح.
انا رح اروح على الحامض اللي نحن متعودين عليه دايما، عصير الحامض الطازه، ومتعودين كمان دايما على شيء اسمه ملح. اوكي هالطريقه هيك، متعودين نحن على البهار او الفلفل الاسود، ومتعودين نحط بالفتوش شيء اسمه سميق. صح، فيني حط، فينا وفي ما فينا، هلا فينا هلا نقدر بس هلا. هلا انا مش عم بعمل فتوش، نحن ما بنعمل فتوش، لازم ما نحط دوشي. رح هونيك، لا فينا نحط كمان، بس نحن خلونا نجي لهون تنشوف هالنوعين اللي عملناهم اليوم. هيدي هون نص كبايه من الكينوا. اوكي طلعي شو حلوين، شي جيد. من بعد نحن هون الكينوا ما سلقناها، جينا نحن صفيناها وحطيتها انا هون مع نقطه زيت زيتون بتعقد بتجنن. ليكو الكميه قديش كمان عندي الرز الاحمر اللي سلقناه. اذا بنروح على يميني على الطنجره بنلاقي انه الرز الاحمر بيترك لون احمر. سبحان الله، كيف الشمندر بيترك لون الاحمر بس ناكله؟ ليكي كيف. هلا انت سلقته؟ اكيد سلقنا الرز قبل. اوكي هذا السؤال ما بينسال، ما بينسال على الشاشه لانه كنت عم تلهي بالاكل. اوكي بينات طبعا، بينات اوكي ابدا، 70 مليون انسان ما حدا شاف. لكن الرز سلقناه هون، ومن بعد ما نسلق اي نوع من الرز اي نوع من الحبوب ما نغسله تحت المي، بنجي نحن بهالطريقه بنحطه بقلب صينيه بيطوش بيعقد هيك وبنخليه على راحته يبرد. شو بنعمل هلا؟ منضيف الكينوا على هلا. حسبي نحن هون عندنا فتوش. هلا في اشخاص بيقولوا لا ما رح نحسب الفتوش فتوشنا، ونحن ما بنحط له شيء غير الخبز المحمص. أوكي. انا مع هذا الموضوع، اوعى تغيره ابدا، بس غيره تغيير، خذوا شويه خضره من الفتوش وزيدوا عليهم شويه باستا او شويه كينوا او شوي صغيره من الحبوب بعض الايام. ليك شو رح اعمل؟ ليك شو رح اعمل انا بالطريقه هيك؟ حلو، اخرطهم اجي انا اعمل هالسلاد الحلوه بالكينوا. وهلا رح تدوقيها انت بعدين مثل العادي، نحن بس نخلص دائما حتى يعرفوا هالاكل وين بيروح. نحن مندوق اكلاتنا مشان نعرف قديش شاطرين. طبعا اوكي، وهون ليكي كيف بنروح على الصحن. حلو عن جد تفرجي على الالوان، هي بتقول لك بدك تاكلني. جمال مع كمان كنا عم نحكي مع جين نصار، جمال الخارجي الى الجمال والصحة الداخلية كمان، هودي شغلتين. اهم شيء الجمال الداخلي بيطلع على الجمال. يا بي انت شو جميلي بالداخل. بتشك. ليكوا شو حلوين، اكيد الملح والبهار، طلعوا الرز، طلعوا كمان جمال الخضرة. كثير حلو هالصحن، اكيد انا حطيت كمية كبيرة بالصحن، بس هو أكثر شيء حلو انه نحن قبل الأكل ناكل شوي صغيرة من السلطة. وعم نشوف كمان هلا المقادير على الهواء، بس أنا بقول دايما دايما المقادير مهمين. أوكي بس أهم من هيك الواحد على ذوقه، مثل ما حكينا قبل بشوي، إذا جايين على بالهم يضيفوا شوية كمان دبس الرمان، شوي صغيرة من مثلا مرات بغيروا بيروحوا مثلا تقول على خل التفاح، خل العنب، بيروحوا على خل البلسميك، في يروحوا على السمسم بقلبها، على زيت السمسم، زيت الزيتون، زيت النباتي، في يروحوا على أي نوع من التتبيلات والصلصات لانواع من السلطات، يعني شغله كثير كثير مهمه. حلو وحلو هيك دائما، بس نبلش دائما الغداء او العشاء يكون في شويه سلطه قدام اول شيء على الطاوله او شوربه. شوي مش كثير ما نشبع، بتعرفي ليه؟ لانه حتى على القليل نعبي تنقولها بطننا 70% وبعدين بناكل اشياء ثانيه هيك بنكون شبعانين شوي صغيره. بليز جربوها، بليز جربوها، بليز جربوها. انا بكره معكم كمان بحلقه كثير حلوه، نهار الاحد رح يكون الشيف علي. أوكي. ونهار حلو يعني. 17 الشهر برجع بعيد الشهر فيصل، رح يكون بحلقه ممتعه جدا جدا عن البيوش دو نويل. اوكي انا بدي اتشكرك، انا بكون معه. انت مع مين؟ ان شاء الله اكون معه التنين؟ اذا في حلو. إيه؟ وين التنين؟ التنين بتحبي فيصل؟ لا مش التنين، انا الاربعاء. أوكي. اوكي اوكي اوكي. طيب انا بدي اتشكركم وبتشكر كل اللي تابعونا، وهلا ايام اعياد فيلا انزلوا جيبوا الكادويات، وانتبهوا على حالكم، انتبهوا على الطريق، وانتبهوا على البرد طبعا. شو وبالاطوال اطوال شو اسمه؟ ايه اس او اس، اكيد برجع بذكركم باطفال اس او اس لكل اللي حابين يساهموا هيك بطريقه لذيذه. اطفال كبيرة. لذيذة وكبيرة، أكيد فيكم تشتروا من هولي الشوتول الموجودة عندنا بالاستوديو. يلا منشوفكن بكرة، باي. Ooh,
took your home and be your